هذا البودكاست بالتعاون مع بودلاينز. كزدورة، جولات ومشاوير بتركيا واسطنبول. مرحبا، اهلا بكم الى هذه الحلقه من بودكاست. لحظه وشوي، انتم مش مغلطين. معكم ميساء جلول، وحبيت شارك بهذه الحلقه المميزه من بودكاست كزدورة لألكم هيدي الحكايه. بتقول الحكايه: كان يا ما كان، ومش من زمان، هي قصة ثلاث صبايا من بلاد الشام، رخاء، كندا وإيمان. رخاء تلفتك بشخصيتها الهادية، في أحلى من الهدوء، بتحب تتعلم وتجرب كل شيء جديد، خصوصاً إذا كان بمجال شغفها اللي هو الإعلام، التعليق الصوتي، الميكساج والإخراج الإذاعي. أما كندا، شخصية حساسة مليانة مشاعر وأحاسيس، بس هي بنفس الوقت صاحبة قضية واختارت الألم وسيلتها للتعبير. أما إيمان، شو بدي خبركن عن إيمان؟ مش مخلية ولا مطرح يعتب عليها بتركيا كلها، لحد ما صارت دليل سياحي لأي حدا عربي حابب يزور تركيا. قالوا إيمان، نحن جايين على تركيا، جهزي حالك. بتجهز أحلى برنامج سياحي لتعرف العرب القادمين إلى تركيا إلى جمال هذا البلد. يعني هول هن ثلاث صبايا عرفناكن عليهم باختصار. الغربة دمجتهم والمواهب المتعددة جمعتهم، ولأنه أحلى دواء هو شم الهواء، قرروا ياخدونا بكل حلقة مشوار. فكان بودكاست كزدورة اللي بيعرفنا على الأماكن السياحية والتاريخية بتركيا بأسلوب جميل وممتع. بعد مرور عام على إطلاق هذا البودكاست وعشرات الحلقات الجميلة والغنية، بتمنى لفريق عمل بودكاست كزدورة المزيد والمزيد من النجاح والتألق. تحياتي لكم، ميساء جلول من بودكاست شباك. بودكاست كزدورة، كل عام وانتم بخير. بحب هنيكم باسمي انا ابراهيم هواري وباسم فريق بودلاينز. بهني فريق العمل في بودكاست كزدورة، رخاء الحرش وإيمان مخلوطة. هذا البودكاست يعني الكثير لبودلاينز الحاضنة الرقمية لصناع البودكاست، لأنه كزدورة بودكاست هو أول بودكاست يتم احتضانه ويتجاوز الموسم الأول. نحن سعيدين جدا بالمثابرة والالتزام يلي طلع من البودكاسترز إيمان ورخاء. كمان بحب أشكر فريق العمل يلي دعم بودكاست كزدورة، دعاء اللبابيدي بداية، وأيضا بنشكر كيندا عمود يلي كملت معهم في إعداد المحتوى. ومتابعين أكيد مستمرين بنفس الهمة، وإن شاء الله في تطور كبير عن كل المستمعين مع مفاجآت جميلة جدا وتطور ملحوظ في كل المستويات، على مستوى الكتابة ومستوى جودة الصوت والتوزيع الصوتي وما إلى ذلك. بتمنى لكم، لكل فريق العمل ولهذا البودكاست، دوام النجاح والازدهار من كل قلبي. بتشكر كتير للقائمين على بودكاست كزدورة، وبتمنى من الجميع يحضر حلقاته كتير لأنها كتير ممتعة، ولكم كل التوفيق. يسعدني كثيراً الاستماع إلى بودكاست كزدورة، خاصة أني مقيمة جديدة هنا في إسطنبول، وكثيراً ما كنت أجهل العديد من المناطق السياحية ذات الطابع العثماني القديم. ورخاء وإيمان أجادوا فعلاً من خلال كزدورة شرح وتبسيط الذهاب إلى هذه المناطق السياحية وحكاية تاريخها، وربط كل هذه الحكايات بمغامراتهم اليومية ولقاءات الصدف الجميلة مع أناس جدد. البودكاست فعلا خريطة طريق جميلة جدا وممتعة في إسطنبول. بداية الله يعطيكم العافية يا رب جميعا، بصراحة حلقاتكم كتير حلوة، بحب كل المحتوى بصراحة، يعني ما في شيء معين، خصوصي
وتبتحكوا عن معالم وأشياء بتركيا يعني بشكل جديد ما له تقليدي، حتى في أفكار جديدة ومعلومات بالفعل ممارقة علينا. بصراحة صوتكم وصلنا يعني معه إحساسكم الحلو ومحبتكم لكل شيء عم تحكوا عنه. مرحبا، يسعد وقتكم. أنا أنس، أحد متابعي بودكاست كزدورة منذ حلقته الأولى وصولا إلى حلقة الخل الوفي. حابب اليوم أحكي عن بودكاست كزدورة وأقول حقيقة أنه بودكاست كزدورة هو ليس مجرد يعني جولات ومشاوير في تركيا واسطنبول للتعرف على المناطق وزيارتها فقط للتنزه، وإنما هو يعني بودكاست جمع بين دليل وتثقيف سياحي وتاريخي وأيضا حتى روحاني. روحاني كان في بعض حلقاته مثل حلقة حان التعانق بالحديث عن مسجد آيا صوفيا اللي عيشنا بهذه الحلقة بقمة الروحانية اللي عشنا فيها، وأيضا في حلقة امسح على قلبك بالحديث عن حي إسماعيل آغا مع وجود الخالد تورغان. بودكاست كزورة يعني أخذنا في حلقاته بالتعرف على تاريخ وحضارة مناطق إسطنبول المختلفة من ثقافة وعادات أهلها المختلفة. وأيضا الشيء اللي يميز بودكاست كزدورة أنه عيشونا أجواء الكزدورة بكل تفاصيلها الجميلة حقيقة، من كيفية ركوب المواصلات إلى انتهاء الكزدورة وصولا إلى البيت. يعني هذا الشيء يتميز فيه الفريق كزدورة، عيشونا هالأجواء كأنه نحن عم نقوم بالزيارة وكأنه نحن عم نعيش هالأجواء على أرض الواقع. فبطلب أنا من فريق كزدورة بذكر هذه التفاصيل بكل حلقة في حلقاته القادمة. وأيضا بتمنى منكم يا فريق كزدورة أنه تأخذونا لمناطق أبعد من اسطنبول للتعرف على مناطق مختلفة والتعرف على تاريخها والتعرف على ثقافتها وعلى عادات أهلها وشعبها. وفي الختام يعني بحب أوجه كل الشكر لفريق كزدورة من فريق الإعداد وفريق التقديم وأيضا من فريق الإشراف الهندسة الصوتية، وبتمناكم كل التوفيق وبتمنى لكم الاستمرار في هذا المشروع وفي هذا البودكاست، حتى تعطونا الأجمل وحلقات تكون مميزة إن شاء الله تعالى. فكل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. أنا متابعينكم ومستمعينكم وبستنى الحلقة وبنتظرها بكل شوق. بتشكركم على هالبرنامج الحلو يلي عم يفتلنا اسطنبول ونحن قاعدين ببيوتنا. كتير حلوة الأماكن اللي أنتوا مختارينها، وفعلا فعلا مميزة، وهي صارت بمثابة دليل سياحي لإلنا نحنا إن كنا بدنا نتوجه لأي منطقة. صرنا نعرف عنها كل شيء قبل ما نروحها. فعلا فكرة حلوة، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح المستمر بإذن الله تعالى. استمروا ونحن معكم بإذن الله متابعينكم ومستمعينكم. تيم كزدورة بتشكركم كتير على هالحلقات يلي عم تقدمونا إياها. أنا ما زرت ولا مكان منهم حقيقة، بس كنت معكم بكل خطوة بخيالي فعلا. قدرانين ننقلونا لعالم تاني تماما لما بنسمعكم. الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق دائما، وبتمنى أشوفكم بمرسين ونعمل حلقات سوا بهالمدينة الحلوة. أكتر شي بحبه ببودكاست كزدورة هو المقدمة، يعني بتكون دائماً عم تعمل عصف للدماغ ليرجع لأيام قديمة وذكريات حلوة، فبتعيشنا بالخيال فعلاً. من المقدمة بحس حالي فوراً دخلت على عالم الخيال. وكمان شغلة إنه أنتوا حببتوني بمادة التاريخ يلي كنت كتير أكرهها بالمدرسة، بس فعلياً هلأ صرت أفهمها منكم. السلام عليكم إلى الأنسات المشرفات على مشروع كزدورة بوست. ما شاء الله محتواكم من أفضل المحتويات اللي حد الآن شفتها، وأنا حضرت حلقة الخل الوفي. باقي الحلقات ما كان عندي علم إنها موجودة، وصراحة كانت الحلقة جداً حلوة وقررت إني أحضر باقي الحلقات. أكتر شيء عجبني بالحلقة أكيد أنه حضرتكم حكيتوا عن قصة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري وكيف ربطتوها بإسطنبول الحالية وكيف ربطتوها حاليا بالشوارع والقصص. بتمنى تقدروا تنشروا حلقات أكتر عن هيك محتوى تربطوا فيه شوية التاريخ القديم بالواقع بطريقة حلوة وسلسة مثل ما عملتوا، وبتمنى لكم كل التوفيق ويصل محتواكم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.
كزدورة والصبايا الرائعين كتير، ما زرنا تركيا بس كأنه زرناها. كل كزدورة معكم كانت تاخدنا على مكان أحلى من التاني وتخلي إحساسنا كأنه زرنا تركيا وعرفنا معالمها. بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب نشوف كزدورة عم تروح على أماكن أحلى وأكبر. بودكاست كزدورة إني بودكاستر، حتى إلك نديم بودكاست olabilir. يعني بودكاست كزدورة إلاجي شيلر ده anlatıyorlar. Önemli yerleri de anlatıyorlar. Hatta ve hatta tarihi yerleri ve tarihin en önemli yerlerini anlatıyorlar. Hatta bizim bilmediğimiz bilgiler de oluyor. Bilmediğimiz için Kazura podcast'ı bulunur. O yüzden çok iyi bir podcast'tir. Tavsiye ederim ve bol şans. Kazura. جولات ومشاوير بتركيا واسطنبول.